في الريح. تستناو فيها مش نقولوا جمله نتاع كل عاده يا اخي ما فديتوش من انا فديت تحب نقولوها. عاصم مرحبا بكم في حلقه جديده برنامج في الريح اللي باش يكون متواجد معكم كل نهار اربعه مع 8 نتاع الليل ومعكم في راس حنون باش يقدم البرنامج هذا الى ان ياتي ما قالوا في ذلك بلا 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 فديتو انا فديت. نتعداو الفقره ديريكت. كيف كنا صغار كانوا حاكمين علينا كيفاش تحجم طابليه وبرشا قواعد اخرى، متفاهمين القوانين والقواعد مجعوله باش تنظم الحياه. اما شو مدخل شعرنا في الحكايه؟ شو مدخلك في شعري يا اخي؟ بون صحيح انا ما عنديش الحق نحكي في الشعر، ما مازال عندي شويه منه. وعلى ذكر الشعر، في احدى المؤسسات التربويه الخاصه شدوا مجموعه من التلامذه قصوروا مشعرهم خارج المؤسسه بدون لا علم الاولياء بتاعهم ومتاخذين قرار من عند احد المسؤولين بتاع الاداره، وصار تنديد من جمعيه تونسيه للدفاع عن حقوق الطفل واللي هو معز الشريف، وقاعد صاير تحقيق على الحكايه وتعهدوا انهم مش يحطوا اخصائيين للاطفال المتضررين. والمشكله مش غادي اللي الحكايه كنا نسمعوها حتى من جدودنا قبل، وكلنا سمعنا عليك المدير اللي شد يعمل لك قطورات في شعرك باش تمشي انت تحجم، والمشكله يحكيوا فيها وهما فرحانين. بون قبل كان القمل موجود وهذه كانت تابعه منهجيه تنحيط القمل للتوانسه، اما في 2021 هذه حكايه تحشم وكان كيف يغير منهم على خاطر ما عندكش شعر. خلي يا راجل صغار فرحانه بشعرها مادامنا غاطسين في التعليم. قال لك اليعقوبي يهدد بعوده الاحتجاجات في افريل، والمشكله هي كالعاده انه المربي ديما في اسفل السلم الاجتماعي، اما مهما كان اللي صاير ما نجمش نرى اسمه ما نعطيهش كعبه. يعقوبي حاسين ان شاء الله يلقاو حل على خاطر التلامذه والسنه الدراسيه قاعدين ماشيين زيزي من التعليم نمشيو للحادثه اللي صارت في الشخص. ربي يرحم عبد السلام الزيان ويجعل مثواه الجنه. بالنسبه للي ما سمعش الحكايه هي في جملتين، زوج اخوات خرجوا بعدها حضره التجول وتوقفوا، وهذه حاجه عاديه في الاخر هما ديجا ما احترموش حضره التجول، اما يقعدوا موقفين وفوق هذايا الكل امه جابت له دواء السكر والاعوان امتنعوا وما وصلولوش الدواء، والحاله نتاعو تعكرت وبدا يخرج في الدم من فمه، هيك الوقت وين هزوه للسبيطار ومات في الثنيه. عقليه الشمات عندنا احنا توانسة عاد ما غير ما نحكيه، وكمل العون ما يكون كاين كتوانسة الاخر هو تونسي، اما توصل الشماته تفوت سبان وضرب ويولي تقصير ويتسبب في موت شخص، هذا نقول لكم ستوب يزي وين ماشيين. وكما قلت قبل يلزم إعادة هيكلة وتأطير الأعوان من أول وجديد. وهذه الحادثة سمعنا بها أما فما برشا غيرها تعديوا مرور الكرام على خاطر من با وصلوا لنا، ونعود الله يرحم عبد السلام وصبر أمه وإن شاء الله يتحاسب اللي كان السبب. وحدكم وحدكم كل مرة تزيدوا تأكدونا اللي يلزموا ما يتعداش. بعد مرور 10 سنين يتم إصدار حكم بالإعدام على قاتلة الطفل الربيع. بغض النظر على حكم الإعدام في حد ذاته والحديث اللي صاير عليه، أما العدالة باش تتطبق مش تطفي نار أبوه. وقداش عندي قاعدة مبرح على التلقيح؟ هاكا الحكومة قاتلكم إن شاء الله نهار الثلاث اللي هو النورمال مول البارح وقت اللي نتوما تتفرجوا، وغدوة الحي وقت اللي أنا نصور وصول أول دفعة لقاحات كورونا ال 250 ألف مواطن. الحمد لله نزغرته نعطيها كعبه وريري انا معناه ولاش نعمل تو. نتعداو الاخبار دار في الفيسبوك اللي هو رجل اعمال يفرق في الذهب والفلوس وتليفونات ايفون للناس اللي تخدم عنده. ما تحبوش يوتيوبرك يخدم معاكم؟ نعرف نعمل مونتاج تصوير نغسل معون نطيب نمسح، خذوني معاكم اخوك الصغير والله اتعلم خذوني معاكم. ونختموا حلقتنا بنغم لسونيا مبارك، نقصد اللي اسمها العبير موسي. ونكون هون وصلنا لاخر الحلقة، ما تنساش تعمل سبسكرايب للشي اليوتيوب بتاعنا، تحط لنا لايك كان عجبك الفيديو، كومنتير تعبرنا فيه على مشاعرك الفياضة، ونتلقاو في حلقة جديدة بنا مش في الريح. باي باي.